يوسف سنينة واللي مرر بها إلى آدم قرب لجبال هدف الأول، مباراة محترمة جدا إلى حد المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله ثابتة هذه الكرة الثابتة يا جمال من جديد للمنتخب الوطني التونسي لآدم قرب. آدم قرب من أحسن ليتيرور الموجودين في المنتخب. أنت تقول بونتو زعما الكرة هذه، إن شاء الله نتمنوا بتبيع هدف المنتخب إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله تكون الثانية في مرمى ياسين عبود. يلا يلا يا آدم قرب الثانية، نحبوا الثانية. آدم قرب للمنتخب الوطني التونسي. آدم قرب والثاني والثاني الثاني غيث الوهابي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. هاكا جمال حكينا على البونتو، قلنا نحبه الثاني، جاء الثاني للمنتخب الوطني التونسي. برافو برافو يا غيث الوهابي في توقيت ممتاز، في توقيت الوقت البديل من الشوط الاول للمنتخب الوطني التونسي. برافو. اي توا المنتخب ندخلوا لحجرات الملابس رابحين فين بلاش، الامور ارتح برشا الحقيقه، حتى على مستوى الذهني المدرب معناه ينجم يحكي مع ملاعبيته بالكداء. هدف كان هذا هدف مهم برشا معناه في اخر اخر اطوار الشوط الاول. كل عادة قلنا كرة ثابتة تنجم تكون حاسمة، وهذا اللي صار. يعني تبعنا بالكرة، كرة يعني نحى كرة من كرش الحوتة في المحاولة الأولى، ياسين عبود في المخالفة الأولى. المخالفة الثانية تقريبا سيب الكرة، جت قدام أمامكم غيث الوهابي اللي سجل الهدف الثاني. رايع رايع في المتابعة المنتخب الوطني التونسي.